بكم في منصة دمشق التربوية. سنتحدث الآن عن أنا كارلا بطحوش. سنتحدث الآن عن درس للصف السابع باسم الإمبراطوريات القديمة. سنتعرف الآن على زملائي الذين سيقدمون معي درس. تفضلي. سيدري أبو حمدان. شهد فروج. إلي ماركوسا. مايا بعاش. باتريسيا شتاوي. تعلمنا في الفصل الأول متى أي كيف عاش الإنسان في القديم، ويعود أول ظهور الإنسان في سوريا منذ 2 مليون عام، وأكد ذلك علماء الآثار. متى استقر الإنسان في القديم؟ تفضلي سيدرا. عاش في العلا ثم سكن في الكهوف والمغاور. شكرا. من أين كان يجلب طعامه ولباسه؟ تفضلي إليمار. عاش الإنسان قديما على الصيد والالتقاط، فاصطاد الحيوانات واستخدم لحمها كمأكل له وجلدها كملبس له. متى استقر الإنسان؟ تفضلي شهد. عام 10000 قبل الميلاد عندما عرف الزراعة. شكرا. أين استقر الإنسان؟ تفضلي سيدرا. بالقرب من مجاري الأنهار يتوفر عوامل مناسبة للقيام بالزراعة، ألا وهي المياه الوافرة والتربة الخصبة. شكرا. مما سبق نستنتج أن الإنسان في البداية عاش في العراء وبعد ذلك استقل في المغاور والكهوف. كان يأخذ لبسه طعامه ولباسه من الحيوانات، استقر عندما عرف الزراعة، وكان يسكن في القرب من مجاري الأنهار لتوفر عوامل مناسبة. فكيف تشكلت الإمبراطوريات؟ المجتمعات القديمة في اقتصادها وحياتها الاجتماعية، مما استدعى وجود قوى سياسية تشرف على شؤونها، فكان ظهور المدن. وتوضح الصورة الآتية مدينة إبا، وقد أدى ضعف المدن إلى ظهور قوى جديدة لها أهمية عسكرية واقتصادية وثقافية، تحولت إلى ممالك مثل الممالك الآرامية. وجود عدة ممالك أدى إلى حدوث تنافس وصراع من أجل السيطرة على الموارد والطرق التجارية، ونتيجة القوى العسكرية لبعض الممالك تحولت إلى إمبراطوريات، وأشهرها في العصور القديمة الإمبراطورية الأكادية والإمبراطورية المصرية. إذن هل التنافس موجود ضمن طبيعة الكائن البشري؟ في مدينة أكاد. في أي قرنين ظهرت هذه الإمبراطورية؟ في الحقبة الممتدة بين القرنين 22 و24 قبل الميلاد. بمن ارتبط ظهور هذه الإمبراطورية؟ بشخصية الملك شاروكين. سوريا والأناضول وعيلام والخليج العربي. سنتحدث الآن على خلفاء شاروكين.
الشاروكين وتعني الملك الصادق الشاروكي الذي حكم حوالي 54 سنة، وبعد وفاته خلفه 2 من أبنائه. لم يستطيعوا الحفاظ على الكيان الإمبراطورية حتى جاء حفيده نارامسي. وفي هذه الصورة تبين كيف استلم نارامسي الحكم من جدي شاروكين. نارامسي استطاع نارامسي إعادة فتح البلاد التي كانت تحت حكم جده الملقب أو المسمى بشاروكين، وتوسع حتى لقب بملك الجهات الأربع، ولقب بهذا اللقب بسبب التوسع الكبير بحدود الإمبراطورية. وحكم حوالي 37 سنة، تميزت بالقوة والازدهار، وانتشرت فكرة تأليل الحكام حتى لقب بالله أبكار. مسلة نارامسي. وجدت مسلة نارامسي في سوسة بعلاهم، وتوضح المعارك التي خاضها نارامسي. وبعد ما تعرفنا على خلفاء شاروكين ونارامسي، سنطرح بعض الأسئلة. ما هو أهم خلفاء شاروكين، وكيف وكم دام حكم شاروكين؟ نارامسين 450 عاما قبل الميلاد. أحسنتي. لماذا لقب بملك الجهات الأربع نارامسين؟ تفضلي. بسبب التوسعات الكبيرة لحدود الإمبراطورية. علل لقب بملك الجهات الأربع، وكيف دام حكمه؟ كم دام حكمه؟ لقب بملك الجهات الأربع بسبب التوسع الكبير بحدود الإمبراطورية، ودام حكمها حوالي 37 عاما. أما عن المنجزات الحضارية للإمبراطورية الأكادية، فقد قسمت إلى 3 أقسام: الحياة الإدارية والحياة الاقتصادية والنشاط الأدبي. سنتحدث أولاً عن الحياة الإدارية. قسم شاروكين إمبراطوريته إلى مقاطعات يديرها الحكام ومزودة بجيش. أما عن الحياة الاقتصادية فقد ارتبطت بالقصر الملكي، إذ تطلبت نفقات الجهاز الإداري والعسكري الضخم وحمل تجهيزات الحملات العسكرية التي تطلبت موارد مالية كبيرة، فرضت غالبا على السكان وصيبت من المناطق المحتلة. فأما عن النشاط الأدبي فقد انتشرت في هذه العصور القصص البطولية مثل سيرة شاروكين الذاتية وملحمة نارامسين. وقد وجدت بعض النصوص القانونية التي اعتمدت على الأعراف والقوانين السومرية، ونصوص لغوية تظهر تطور اللغة الأكادية. ومن هذا الخط الزمني تبين لنا بأن عام 2350 قبل الميلاد تأسست الإمبراطورية الأكادية، وعام 2150 قبل الميلاد انتهت الإمبراطورية الأكادية، أي دامت لمدة 200 عام قبل الميلاد. إذن فقد أغنت الإمبراطورية الأكادية الحضارة بكثير من المنجزات، فما هو فعرفينا عن الإمبراطورية المصرية القديمة. وبعد أن تحدثنا عن الإمبراطورية الأكادية وكيف أسست وما المنجزات التي خاضتها، نتحدث الآن عن الإمبراطورية المصرية. دولة مصر الفرعونية. تحت مصر أنجز فريدا في تاريخ الحضارات القديمة لا نظير له في لغة العرب، وذلك لما امتازت فيه من امتداد زمن الساحل، إذ قد يضرب بحضوره الأولى إلى مدار الوجود البشري من ناحية، ومن ناحية أخرى إثارة ثقافي خاص وابتكار حضاري. أما عن النظام الحكم يا سيدرا؟ تحت سلطة مركزية واحدة برئاسة الملك ميناء
الشمال ويوضح الثلج الثاني ثلج الجنوب. أما الشكل الثالث فهو محيط دماغهما بفضل الملك مين. والآن سأطرح عليكم هذا الاسم. في أي ألفية تم توحيد مصر العليا مع مصر الستة؟ تفضلي. الألفية الرابعة من قبل الميلاد. وكيف دل التاج رقم ثلاثة على الوحدة بين الدولتين؟ تفضلي. لأنه دمج بين تاج الشمال وتاج الجنوب. أما عن دولة مصر في المرحلة الوسطى فستتحدث عنها الإمارة. أما في أحد السنتين الخامسة والسادسة تبدأ الدولة الوسطى ويعتبر المتحدث الثاني مؤسسها عاصمة الأطيل. وعندما قام حمص الأول بتغلب صوت من مصر اعتبر مؤسس الأسرة الثامنة عشر أول أسرة في الدولة المصرية الحديثة. وبعد أن تحدثنا عن الدولة المصرية القديمة والدولة المصرية الوسطى، سنتحدث الآن عن الدولة المصرية الحديثة. ازدهرت الدولة المصرية الحديثة بفضل قادتها الكبار الذين حولوها إلى إمبراطورية يسودها نظامها البطولة، ويعتبر حاتم الثالث أهم الملوك، حيث احتمر الجيش وزوده بالفرسان والعربات الحربية، وأقام 16 حملة عسكرية تمكن من خلالها من مد قوة مصر حتى جبال طيرور، وأقام أسطولا بحرية. أما بالنسبة لعاصمته فاتخذ من منفيس عاصمة له، وذلك لأهمية موقعها على دلتا نهر النيل. إذا فمن هو أهم ملك في الدولة المصرية الحديثة؟ تفضلي. أتحطمس الثالث. ومن الذي نستنتجه من ماذا صفات شخصيته التي نستنتجها بالشكل الآتي؟ تفضلي. القوة والحكمة والشموخ. الحديثة. أنا أتكلم بالعصور الحديثة عندما قامت الدول